وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة هناء ناصر، مدير إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا بك أستاذة هناء في نشرة الثالثة، وإذ تحدثين عن أبرز جهود وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع الأسر المنتجة لتمكينهم اقتصاديا. أهلا وسهلا أعزائي، طبعا أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة ودعمهم الغير محدود في الترويج والتعريف بأهمية واحد من أهم مشاريع الأسر مشاريع وزارة التنمية الاجتماعية، وهو دعم الغير محدود للأسر المنتجة وتنميتها اقتصاديا. طبعا أحب أكد أن مملكة البحرين تفخر باحتفائها سنويا بيوم الأسرة المنتجة العربية، والذي أقره وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تجاوبا مع مقترح مملكة البحرين بالاحتفال باليوم العربي لتشجيع الأسر المنتجة في 15 مارس من كل عام. وعلى هالأساس أخذت وزارة التنمية الاجتماعية على عاتقها مسؤولية التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وتنميتها من خلال منظومة من البرامج تحت مظلة مشروع خطوة لتراخيص المنزل المنتج. وقد اتخذت الوزارة نهج واضح يقوم على تطوير هذا المشروع من خلال دعم الأسر محدودة الدخل وتحسين مواردها الذاتية وتوفير التدريب التخصصي والتسويق وغيرها من وسائل الدعم، اللي تهدف من جهة إلى تطوير الحرف والصناعات المنزلية والمنتوجات التراثية، وتساهم في زيادة قدرة الأسر المنتجة التنافسية في السوق المحلي وتأهيلها نحو ريادة الأعمال. إذا نروح على بعض الإحصاءات، طبعا حتى فبراير 2023 بلغ إجمالي الأسر المنتجة المسجلة تحت منظومة خطوة 2788 فردا وأسرة حاصل على رخصة المنزل المنتج. استفادت هذه الأسر من مجموعة من خدمات الوزارة في عملية الإنتاج والتسويق وخدمات التوزيع على المحلات التجارية واستشارات تطوير المنتجات وإعادة تصنيفها. وحسب إحصائيات العام الماضي تم عقد أكثر من 18 معرض لتسويق منتجات الأسر المنتجة استفادت منها 5893 أسرة، بالإضافة إلى تحقيق إجمالي مبيعات يبلغ 474,551 دينار بحريني للعام 2022. ومن جهة أخرى طبعا بدأت الوزارة في هذا العام استعداداتها لتسويق منتجات الأسر المنتجة لشهر رمضان المبارك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الحكومية والخاصة. وكان يعني تواجدت هذه المعروضات الأسر المنتجة في أكثر من 8 معارض مختلفة على مختلف محافظات مملكة البحرين من بداية شهر مارس الجاري، استفادت منها أكثر من 100 أسرة. ونحب نأكد من خلال هذه المنصة بأهمية الدعم غير المحدود اللي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة تبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة آهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها للأسر المنتجة، من خلال استمرار حرص ورعاية سموها الكريم للمشاريع والمبادرات الوطنية الداعمة للمواطن ليكون له دور نشط في تنمية المجتمع. وعلى رأس هذه المبادرات طبعا تخصيص جائزة سنوية باسم سموها لتشجيع الأسر المنتجة، مما كان له بالغ الأثر في تنمية وتطوير هذا النوع من المشاريع. ويعطيكم العافية. نعم الأستاذة هناء ناصر، مدير إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة، شكرا جزيلا لك.